مرحبا بكم الناس الكل في قناتنا الرياضية التونسية للنادي الافريقي يوفا وذ الياس جلاسي. يسعى النادي الافريقي الى ابرام مجموعة من التعاقدات استعدادا للموسم الجديد، حيث استهل الميركاتو بضم جناح نادي البنزرتي حسام الحباسي قبل ان يضم الظهير الايمن الجزائري حسين بن عيد. وفي سياق متصل علمنا أن رئيس نادي بيبي جديد عبد السلام اليونسي قد تحدث في الأيام الماضية عن متوسط الميدان اتحاد المونستيري الياس جلاسي للحديث عن ضمه إلى صفوف الفريق في الميركاتو الحالي، ويرغب الجلاسي في مجاورة الأسعد الدريدي المدرب اللي كان وراء بروزه في الملعب التونسي واستعادة التواجد بالاتحاد المونستيري، فيما يفترض أن تنطلق المفاوضات بين الناديين بانتهاء التزامات الاتحاد المونستيري الذي ينافس بقوة على لقب كاس تونس. أكيد الياس جلاسي لاعب غني على التعريف، بروز خاصة مع الملعب التونسي، لعب في الترجي، لاعب بكل صراحة موهوب، صنع ألعاب من طراز ممتاز وممتاز جداً.